ما زلنا صار الحديث يتشعب. أنا بغى أتكلم اليوم عن واد غير ذي زرع. كيف الإنسان في ضعفه وهو ضعيف ما عنده شيء، في واد غير ذي زرع لا يوجد ناس، ليس يعني الله سبحانه وتعالى لا يتكلم عن الناس، لا يوجد زرع. فإذا بالله سبحانه وتعالى يحرك قلوب العباد. ولهذا شوفه، ممكن يكون إنسان فقير، ممكن يكون إنسان فقير فقير، ولكنه إلى الله عز وجل غني، بالله عز وجل غني، يستغني عن الناس. هذا لو ألمت به مصيبة أو مشكلة، فإذا دعا الله هذاك الغنية بغى يصير تصدق، لكن ما هو الشيء الذي حرك قلبه فقال لابنه سير المكان الفلاني أول من تصادفه أعطيه؟ هذه اليوم صدقة. من اللي حرك قلب ذلك الإنسان؟ ويستوي كذاك مواقف كثيرة تتحرك قلب الإنسان، ما عارف إنه وصل إلى المكان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا المكان هنا، تصور في وادي غير ذي زرع، الآن أكثر مكان معمور في الكرة الأرضية. حتى تبين كيف قيمة العبد الصالح عند الله عز وجل عندما يعلم يقينا ويكون متبعا لإمام البشرية كلها إبراهيم عليه السلام. أي يعني اللمحات لنا في حياتنا كلها هكذا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر هنا أن طهر بيتي، لكن للأسف هل وضع المسلمين يعني يمتقيوا بعد ميناء؟ من أراد أن يلتقط الصور زين حتى يستشعر حال المسلمين كيف يطهرون هذا المكان، المخلفات، الأوساخ، المكان لو شيء احترام وتعظيم لشعائر الله عز وجل لوجدت كيف يتسابقون ويتسارعون لتطهير المكان. وهي هذه القضية لا تتعلق فقط في بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، في كل مسجد، في كل بيت من بيوت الله عز وجل، ولكن من ملة إبراهيم عليه السلام أن هذه البيوت وهذه الأماكن ينبغي أن نحافظ وأن نطهر أنفسنا وأن نطهر المكان. تطهير من الأمراض، من الأسقام، من الذنوب والمعاصي، من القاذورات، كل شيء طهارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، المسألة الثالثة في البناء، صاي إبراهيم عليه السلام لما رفع معمارات ولم يفتخر أو لأجل أن يقال يوما من الأيام اسمع ماذا يفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، رفعوا القواعد ما عشان يتباهيوا هل هذه العمارة تلوف سحاب ولا سحاب ينزل لها، هل هذه أكبر ولا هذه فيها أكل أحسن، هل هذه الغرف أحسن ولا هذه كذا. يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ركز، ونحن لا نعي نقول إن هذا لا، بحيث دائما أقول لك أنا نحن في زمن كلهم يتحسبون. قال شوف عقب ذا هل ما بغين حتى الحضارة يبيونا نعيش في درس الهوش مع 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 الهوش ومع حظيرة البقرة، يبيونا في عريش، هذا بعد في زمن العريش. لا إله إلا الله الحليم العظيم، ركز. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كم اللي طافوا من يوم وصلنا
إلى هذه اللحظة اللي طافوا في البيت من أول ما وصلنا، الدفعة الأولى شيخ سالم والذين معه، والدفعة الثانية من الذين طاف من ذلك اليوم إلى الآن، وانتم حسبوا عماركم معهم كم اللي طافوا إلى الآن. خلينا من أسبوع، من أسبوع كم اللي طافوا من أسبوع إلى الآن، من السنة الماضية الحق الماضي إلى الآن كم الذين حسبوا بمرة سريع لأنه مش وقت عندنا، كم اللي طافوا حول الكعبة من السنة الماضية إلى الآن. شوف من يوم ما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد إلى قيام الساعة كلهم يدخلون في صحيفة إبراهيم عليه السلام، لكن صار سيدنا إبراهيم ما سوق رغم أنفه سأدخل الجنة. يا مسكين سقائي لا بس أشهد أن لا إله إلا الله رغم أنفك ندخل الجنة. إبراهيم عليه السلام سمع لك كلهم ماذا يفعل؟ يقول مباشرة: ربنا تقبل منا، يا الله هذا العمل تقبل مني، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لم ينظر إلى عمله فقط، بل دعا الله عز وجل: يا الله لا أستذكر، لا أتكثر وأستكثر عملي، طفت وسعيت وتصدقت وطفت وقفت في عرفة ومزدلفة، يا الله تقبل مني هذا العمل، يا الله أرجوك، يا الله يا رب أن تقبل صالحات أعمالي، يا رب إني أنا العبد الضعيف الذليل الحقير وأنت الغني القوي الجبار، يا الله تقبل مني أعمالي الصالحة. سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي رفع القواعد لم يكن لأجل التفاخر، بل يشعر أنه أضعف من قبل، التزامات أمور، ولهذا تجده عندما يفعل العمل يسأل ربه أن يتقبل ذلك العمل وأن يثبته على ذلك.